في الفترة الحالية ما أعتقد، يمكن مستقبلا إن شاء الله، بس يهمني أني أكون متمكنة من القيادة عشان لو احتجت. حاليا لا، لكن بعد ما يكون عندي الوعي الكافي أكيد بكون مستعدة وقتها. مبدئيا بيكون إن شاء الله، بس بعد الوعي اللي لما تكثف الدورات اللي مثل الدورة اللي اليوم عطتنا إياها الأستاذة فاطمة الخليوي، عطتنا صراحة قوة أنه يكون عندنا نصر على القيادة. فلما تكثف هذه الدورات بيكون بإذن الله، بإذن الله أول من يقود. شيء أكيد، يعني أنا مع قيادة المرء على السيارة. عوائق كثيرة، عوائق في الطرق، عوائق في الأنظمة. حاليا يعني الوضع كله جديد، فننتظر لحد ما يعني يتعدى الوضع إن شاء الله، ويمكن بعد سنتين أو 3 سنوات. شخصيا أحس أني غير مهيئة، لأنه لسه ما عندي الإدراك والوعي الكافي بالقيادة، بالطرق، بالإشارات، بالوسائل الأمن والسلامة. أنا أتوقع أنه الوعي ما بعد وصل الوعي الصراحة يعني للمرأة. فإحنا لما نكثف الوعي سواء عن طريق التلفزيون، سواء عن طريق الدورات، التواصل الاجتماعي، بيكون بإذن الله بالنسبة للمرأة القيادة هي همها، لأنها هي تحتاج للقيادة، هي تحتاج أنها تكون توصل أولادها، توصل تروح لدوامها، فيكون الأفضل أنها هي اللي تقود السيارة بنفسها. لا لا لا، ينقص أكيد، يعني تحتاج المرأة أول شيء لتدريب، الشيء الثاني تحتاج إلى تعليم، يعني لازم أنت تعطيها توعية من البداية كيف تقود السيارة، محاضرات، ندوات، ورش عمل، الشيء أكيد هذا لازم أساسي يكون من البداية.